برز مفهوم المواطنة في مملكة البحرين بشكل لافت مع انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والذي رسخ من مفهومها من خلال نصوص ملزمة وردت في ميثاق العمل الوطني والدستور. ومن أجل هذه الغاية نشر معهد البحرين للتنمية السياسية دراسة في إطار دعمه وتنميته للبحوث العلمية في المجالات السياسية والقانونية والدستورية، لتسليط الضوء على التغيرات التي طرأت على قيم المواطنة في ظل عصر العولمة. التقرير التالي يستعرض مزيدا من التفاصيل.